السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم النحل أباي. موضوع اليوم: كيف نجني العسل ونقسم من خلية واحدة؟ بعد إجراء استفتاء أو سونداج عن ما يفضله النحال في فصل الربيع التقسيم الاصطناعي أو جني العسل، فكانت النتيجة 14% يفضلون التقسيم و 14% يفضلون جني العسل، والجزء الأكبر 72% يفضلون تقسيم النحل وجني العسل معا من خلية واحدة. لذا سنوضح هنا الطريقة التي يمكن من خلالها تقسيم النحل وجني العسل في آن واحد من خلية واحدة. لنفترض أنك تمتلك خلية قوية بتسعة أو عشرة إطارات وكثافة جيدة من النحل في فصل الربيع، إذن كيف توجهها للتقسيم وللجني؟ في البداية وضع العسلة مع رفع إطارين حضنة مغلقة بالنحل، ومكان الإطارات المرفوعة إطارات الحضنة نضع شمع الأساس. لماذا نضع شمع الأساس؟ لكي نشغل النحل بالبناء ولا يفكر في التطريد الطبيعي. ونضع بالعسلة بجنب الحضنة المغلقة، يعني الإطارين اللذان رفعناهما إلى العسلة، نضع إطارين أساس من اليمين وإطارين شمع أساس من اليسار. هذا كل هذه الإطارات توضع في وسط العسلة لنترك الأطراف للنحل لكي يصعد أو يجد سهولة ليشغل الإطارات، وتكون الحضنة طبعا في الوسط. ونقوم بتقديم التغذية المخففة بالمقادير المعروفة، يعني 2 لتر ماء مع 1 كيلوغرام سكر، ونركز على وضع قطرات الليمون في المحلول السكري لأنه يجذب النحل، الليمون هو يجذب النحل. والتغذية تكون فوق العسلة، يعني نضع الغذاية الخشبية أو غذاية بلاستيكية فوق العسلة بالمحلول السكري، ولا نعطي الكاندي، الكاندي يعني ثقيلة تكون جافة قليلا على النحل، والنحل يحتاج المحلول السكري للبناء بسرعة. وعندما يبني النحل إطارات الأساس شمع الأساس في العسلة، نقوم بترتيب الإطارات من ونبدأ من الجهة اليمنى، إطار أساس وبعدها إطار حضنة ثم إطار أساس إطار حضنة وهكذا مع مواصلة التغذية. وفي نفس الوقت نقوم برفع إطارين حضنة مغلقة مرة ثانية من صندوق التربية، وهذا طبعا لمنع التطريد. نضع مكانهم إطار شمع أساس، وبالتالي تكون العسلة بها إطارات أو إطارات كثيرة من الحضنة والبيض، ونضع مكانهم قلنا إطارات شمع أساس هذا في صندوق التربية، وبالتالي تقوى الخلية من جهة، ومن جهة أخرى نتخلص من التطريد. وهذه العملية دون حاجز الملكات، لا نستعمل هنا حاجز الملكات لأننا نهيئ الخلية أو نقوم بتقوية الخلية. وبعدما تصبح الخلية على 15 أو 18 إطار أو حتى 20 إطار، نقوم بنزع الطرد بثلاثة إطارات أو أربع إطارات، ونضع مكان هذه الإطار ينطرد ننزعه من العسلة، ونضع مكانه إطارات ممطوطة إن أمكن أو أساس. إطارات الطرد تكون فيها 2 حضنة مغلقة بالنحل وواحد حضنة مفتوحة، وواحد يكون فيه بيض وإطار تكون فيه غذاء، يعني 4 إطارات: حضنة مغلقة، حضنة مفتوحة، بيض أو حضنة مفتوحة، وإطار غذاء عسل أو حبوب اللقاح. طبعا إطارات ترفع بالنحل، توضع في الصندوق الجديد وتنقل إلى مكان بعيد أكثر من 3 كيلومترات كي لا يرجع النحل، أو إذا كان النحل لا يملك مكان نغلق على التقسيم هذا الجديد بشباك، يعني نضع شباك في الباب لكي يتهوى النحل مع تقديم التغذية السكرية بالداخل، وبعد 3 أيام يفتح على هذا التقسيم. وإن رأى أن النحل أن هناك نحل يرجع للخلية الأصلية، يقوم برفع إطار حضنة مفتوحة من أي خلية أو من الخلية الأم
وينفضه في هذا التقسيم، لأن النحل معظم النحل الذي يكون فوق إطار الحضن المفتوحة أي اليرقات يكون نحل حاضن، لا يستطيع يعني الطيران مباشرة عندما تنفضه يبقى في مكانه يعني فوق الإطارات الأخرى. إذن هنا نزعنا الطرد والخلية التي بالعسلة تبقى قوية، نقدم لها تغذية مرة ومرتين حتى تبني الإطارات الأساس التي وضعناها، وإن وضع النحل إطارة مبطوطة فيتوقف مباشرة على التغذية. ثم بعد أسبوع نقوم بنفض النحل داخل صندوق التربية، يعني فوق صندوق التربية نحل العاسلة، أو ننزل الملكة، يعني الغاية من النفض هي إنزال الملكة للأسفل، ثم نضع الحاجز ونترك الخلية تجمع الرحيق. هنا توقف تماما عن التغذية، ولكن هناك نقطة حاجز الملكات عندما نضعه ننزعه بعد شهر، لأن هذا بعد ما نلاحظ أن كمية الرحيق المخزن العسل المخزن في العسلة يفوق 50%، يعني النحل تعود على جمع العسل والملكة تعودت على المكوث في أسفل في صندوق التربية، لأنه لو نترك الحاجز لفترة طويلة في موسم الفيض راح يكون عائق يمنع النحل من أو يعيق حركة النحل بالصعود عند الصعود والنزول. يعني الحاجز يوضع لفترة شهر ثم ينزع. إن شاء الله استفدتم من هذه الطريقة ومن هذا الفيديو. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.